أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ بتفسير سورة الفاتحة. أمس قد تكلمنا عن موضوعات سورة الفاتحة وهي موضوعات السبعة، واليوم نأخذ إن شاء الله ما معاني التفسير وما فوائد بعض الآيات نذكرها بإذن الله تعالى. أول ما نبدأ نقول، اتفق العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات، إجماع بين أهل العلم بأن سورة الفاتحة سبع آيات. بعض العلماء جعل بسملة من الفاتحة، قال إذا قلنا بسملة فاتحة، بسملة آية الأولى ونهاية الآية عندهم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا بدأنا قلنا بأن الفاتحة البسملة من الفاتحة، الذين يرون بأن البسملة من كالشافعية، فيقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية الأولى، والذين لم يعدوها من الفاتحة جعلوها آية مستقلة عند الجمهور. طبعا عند الجمهور لما أقول عند الحنابلة والأحناف، أما المالكية لا يرونها حتى من الآية من القرآن مكروه قراءتها أصلا، كما قررنا في محاضرة سابقة. والذين لم يعدها من الفاتحة قالوا ابتداء والحمد لله رب العالمين، واستدلوا بحديث قسمت صلاتي بيني وبين عبدي، فبدأ بالحمد لله، وتكلمنا عن هذا فيما سبق. وابتدأ الآية الأخيرة غير المغضوب، إذن الحمد لله رب العالمين أول آية والآية الأخيرة غير المغضوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. متى تنتهي السورة؟ ما كان يعرف لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معنى ختمة السورة السورة الثانية. لماذا؟ لأن هذه فواصل يسموها، يفصل بين السور. وابن عباس ابن مسعود يقول رضي الله عنه، كنا لا نعلم فصل ما بين سورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم جعل فيصل بين السور. وقال الشعبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر، يعني في بداية الأمر، على رسم قريش بسمك اللهم، كان يكتب بسمك اللهم. طبعا هو أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يعني الصحابة كانوا يكتبون له من الذين كانوا يعرفون الكتابة، حتى نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. فكتب بسم الله، قال الشعبي هكذا، حتى نزلت
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب مثلها. والله أعلم، ذكر البغوي هذا القول للشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ببسم الله. ما معنى بسم الله؟ بسم هذا بسم الله، أي أبدأ بسم الله، تقديره أبدأ بسم الله، أبدأ ببركة الله، أستعين بسم الله على أن أعمل، أبدأ بسم الله أن أكل، أبدأ بسم الله أن أخرج، أبدأ بسم الله أقرأ، وهكذا. ما معنى التسمية من الله؟ لماذا الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتح القرآن. فالله عز وجل عفوا، الله عز وجل أراد أن يعلم عباده كيف يفتتحون القرآن، كيف نبدأ بقراءة القرآن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقرأ. طيب واختلفوا في اشتقاقها، اسم هذا اسم من أين مشتق؟ تعرف بعض الكلمات مشتقة في اللغة العربية وبعض الكلمات غير مشتقة. قال المبرد من البصريين من علماء النحويين، هو مشتق من السمو، يعني مأخوذ من كلمة السمو وهو العلو، فكأنه على معناه وظهر عليه، يعني من السمو من العلو. وهو بعض العلماء قالوا الكوفيين دائما يخالفون البصريين عند النحو، قال الكوفيين هو من الوسم، الوسم والسمة وهي العلامة، من العلامة، والأول هو الأصح من العلو، وهو باسم يعني من السمو، كما تسمعون أنتم صاحب السمو يا صاحب العلو. طيب الله بسم الله عرفنا، الله بقى طبعا حرف جر. قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو اسم علم خاص لله عز وجل، لا اشتقاق له كأسماء الأعلام مثل زيد وعمر وعبيد وغير ذلك، هذا خاص بالله عز وجل. وبعض النحاة قالوا هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم، وبعضهم قالوا بأنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وآلهتك أي عبادتك، من أن أله إلهة أي عبد عبادة. وبعضهم قالوا أصله إله، قال الله عز وجل ما كان معه من إله وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعله. إذن الله مأخوذ من آله إلهة، يعني عبد عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس الرحمن الرحيم هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، اسمان دالان على أنه ذو رحمة واسعة، الرحمن ذو رحمة واسعة للكافر والمسلم وللبهائم، والرحيم ذو رحمة واصلة، هذاك واسعة هذا واصلة، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحيم يكون يوم القيامة فقط للمؤمنين، أما الرحمن وسعت كل شيء رحمة، وسعت رحمته جل في علا، ولولا رحمة الله عز وجل لما استطعنا أن نعيش نحن. ذو رحمة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين فسأكتبها للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، هذه رحمة خاصة، هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة عامة
يعني كل الخلائق كلهم، أما الخاصة سبب هدايتك هو رحمة الله عز وجل خاصة لك، سبب لقراءتك للقرآن رحمة خاصة، ما أعطى لأحد هذه قراءة تقرأ في رمضان أكثر من مرة، ربما حفظت القرآن، ربما تبت في رمضان، هذه رحمة خاصة. ومن القواعد المتفق عليها عند السلف الأمة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته وأحكام الصفات. صفاته الله عز وجل، نؤمن، أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله عز وجل يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، هذه لابد تحفظوها. فالله عز وجل من غير تكييف، ما نقول كيف يده، لما يقول تبارك الذي بيده الملك ما تقول كيف يده، ما يجوز لك، لأن هذه الأمور ما تفسر، ما فسرها الله عز وجل ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة متفقون بأن صفات الله عز وجل نمرها كما جاءت، نؤمن به من غير كيف، لا يجوز. وأنت تقول كيف، ما أسأل، في بعض الأشياء لا يجوز لك السؤال، من خلق الله عز وجل، هذا سؤال الملحدين وليس سؤال المسلمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من غير كيف، كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف ساق الله، الصفات التي ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يكشف عن ساق وجاء ربك مجيء، كيف ينزل ربنا، لا يجوز. نقول نؤمن بنزوله ولكن لا نعلم كيفية، نفوض كيفيته، نفوض، نقول علم عند الله، لكن نؤمن أنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، من غير كيف، من غير تكييف ولا تحريف. تحريف يعني لا تفسير، لا يجوز تفسر القرآن كله، نفسره لكن في صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هنا نفي والإثبات، نفس صفات التي يشابه الله عز وجل، في نفس الوقت أثبت لنفسه السمع والبصر والعلم، السمع والبصر له صفات أخرى، العلم والقدرة والحياة والقيومية وغير ذلك، له صفات كثيرة، وهو السميع البصير، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. تعطيل الذي يقول بأن الله عز وجل ليس له صفات، طائفة هناك معتزلة والجهمية يقولون الله عز وجل ليس له صفات، فمعطل هؤلاء يعطلون صفات الله عز وجل، وطائف هناك من الجهمية يقولون بأنه الله عز وجل له صفات لكن يشبه صفات المخلوقين، هؤلاء مجسمة، هؤلاء يجسمون الله عز وجل، يشبهون بالمخلوقات. شيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه المعطلة المشبهة عبدوا صنما، لأن يشبهون بالمخلوقات، والمعطلة يعبدون عدما، لأنهم يقولون الله ليس له صفات. إذا أثبتنا لله صفات بمعنى نثبت لله عز وجل 99 أسماء، ليس أسماء، لا، يقولون 99 إله، وهذا لا يخف، حذف كل الصفات. والمعتزل أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. العقيدة لابد أن نعرف أسماء والصفات، نثبت كما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وكما أثبت رسولنا صلى الله عليه وسلم لله عز وجل من الأسماء والصفات، وننفي كما نفى الله عز وجل عن نفسه وكما نفى الله النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، الله عز وجل لا ينام، هذا الصفة لا يليق بالله، يليق بالمخلوقات، النوم والسنة وهو النعاس، وما مسنا من لغوب، لغوب التعب، لا يليق بالله عز وجل، لابد أن ننفي هذه الصفة، لأن اليهود يقولون لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام، يوم السابع ارتاح استراحة، والله عز وجل أنكر عليهم، قال وما مسنا من لغوب. ف
هذه بالنسبة للأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا الله عز وجل يخبر أنه هو المستحق للحمد، يخبر، هذا خبر، جملة خبرية، يقول بأنه هو الذي يستحق للحمد. وفي تعليم الخلق تقديره قولوا الحمد لله، والحمد يكون بمعنى أحيانا الشكر على النعمة، والحمد يكون أحيانا بمعنى الشكر، والحمد يكون من غير مقابل، والشكر يكون بمقابل. يعني إنسان يحمد الله عز وجل حتى لو ما أعطى يحمد الله عز وجل. الملك من الملوك الدنيا ورئيس من الرئيس، إذا أعطاك شيء تشكره، في الغالب لا تحمده، لكن أحيانا يأتي بمعنى هذا. لكن الحمد خاص أعم من الشكر، لأن من غير مقابل، من غير يعطيك شيء، ملك سواء أعطاك أو ما أعطاك تحمده، أما الذي يعطيك تشكره، هذا بينهما. والحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان، قالوا بالجوارح، باللسان الحمد والشكر بالأركان، يعني بالجوارح. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا قول، وعملوا آل داود شكرا. هذا بالنسبة للعمل، فإن الفرق بينهما الحمد أعم من الشكر، والحمد تحمد الله عز وجل من غير مقابل حتى لو ما أعطاك، أما الشكر بالمقابل، والحمد يكون والشكر يكون بالأركان. في صوت، لو تكرمتم تغلقون صوت مايكاتكم، لأنه يزعجني أنا ميكروفون على أذني. طيب، في أذني ميكروفون. قولوا الله الحمد لله، هذا اللام يسموه لام الاستحقاق، يعني هو الذي يستحق الحمد، كما يقال الدار لزيد، هو الذي يستحق، هذا دار له، لله ملك السماوات، اللام هذا يسموه لام الملكية، هو الذي سيملك السماوات والأرض. فإذا الحمد لله، هذا اللام لام الاستحقاق، هذا اللام لام الاستحقاق، هو الذي يستحق الحمد لا غيره. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، قلنا الرب لا يكون رب إلا أن يكون خالق ومالك ومتصرف، هذه ثلاثة أشياء. إذا وجد في إله فهو رب، ولا يوجد إلا في الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، لماذا تحمد رب العالمين؟ لأنك رباني، تقول هو الذي رباني، هو الذي يربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم، وإعداده لهم الآلات النعم، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدها لم يمكن لهم بقاء. لو نزع الله عز وجل منا الروح لا يصع، أو نزع عنا النعم، لو أبقى كورونا ما بقي أحد إلى أن نموت كلنا. فالصحة نعمة، لا بد أن نحمد الله عز وجل، لأنه هو الذي ربانا بالصحة والعافية والهداية، وأعظمها التوحيد والسنة، أعظمها لا شك الإسلام، ثم تعرف التوحيد، تعرف السنة، هو الذي يربينا على الخير، هو الذي يربينا على دعوة إلى الله عز وجل، هو الذي يربي. من الذي جابك للمحاضرة؟ والله عز وجل أراد لك الخير، ولذلك تحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. وتربيته سبحانه وتعالى للخلق نوعان، تربية هي عامة، تربية عامة، وهي خلقه للمخلوقين، خلقهم ثم رزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاهم في الدنيا، كافر، مسلم، حيوان، أي شيء. هناك تربية خاصة، تربيته للأولياء
والأنبياء والشهداء والصالحين، فيربيهم على الإيمان ويربيهم على التوحيد ويربيهم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وتوفيقهم للخير. هذه خاصة، تربية خاصة. الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والملك والنعم، هو الذي منفرد، هو الذي يعطي، هو الذي يخلق، هو الذي يدبر أمورهم، وهو الذي يملكهم، وهو الذي ينعم عليهم، وهو الذي يغنيهم بعد فقرهم، مع ذلك يشركون بالله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع ذلك يسبون الله عز وجل، مع ذلك يقدحون في الله عز وجل. أين العقول؟ هؤلاء ليس لهم عقول ولا ذرة، الذين يطعنون في دين الله عز وجل من العلمانيين والليبراليين ولا أهل الحداثة والملحدين، وخاصة في هذه الأيام نسمع كثير الإلحاد والسب والشتم علنا، أصبح مثل المويش. اختلفوا العلماء في العالمين، رب العالمين كم عالم فيه؟ قال ابن عباس هم يقصد يعني بهم الجن والإنس، لأنهم مكلفون بالخطاب كما قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، يعني يقصد فيهم. وقال قتادة ومجاهد وحسن البصري هم جميع المخلوقات. قال الله عز وجل وقال فرعون وما رب العالمين، لما سأل فرعون موسى عليه السلام وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهم. طيب كم عالم فيه؟ كم عالم فيه؟ هكذا نحمد الله عز وجل رب العالم لأنه جمع. قال أبو عبيدة هم أربع أمم، أربع أمم، الملائكة والإنس والجن والشياطين. أما الحيوانات قال بأنه ليس من العالم، ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل، لأن العالم مشتق من العلم، قال لا تعقل يعني لا تدرك. طيب كم في، واختلفوا في مبلغهم كم؟ قال سعيد بن المسيب لله 1000 عالم و600 في البحر و400 في البر. وقال مقاتل بن حيان لله 80,000 عالم، أرقام خيالية، 40,000 في البحر و40,000 في البر. وقال وهب بن منبه لله 18,000 عالم، عالم الدنيا 18,000، عالم الدنيا عالم منها، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب بن الأحبار لا يحصى عددهم العالمين أحد إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنا لماذا ذكرت هذه الأمور؟ هذه كلها غير صحيحة. لماذا؟ هذه الأمور يحتاج إلى دليل. أنا أعلمك حتى لما تقرأ في التفاسير أو في الشروحات وكذا تجد إسرائيلية، تجد كلام 1,000 20,000، هذه يحتاج إلى دليل، دليل إما من قرآن وإما من لسان الصادق عليه الصلاة والسلام، صادق المصدوق، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. أما 40,000 هذا من أين جابوا؟ أنا لا أتكلم على العلماء، لكن هذه كلها قد يكون مدسوس وقد يكون من إسرائيليات، يعني خاصة وهب بن منبه، كعب الأحبار كان يأخذ من اليهود. فهذه الأمور تنتبه، الله أعلم، نقول الله أعلم، لكن نحمد الله عز وجل على
رب العالمين. مالك يوم الدين، مالك، هناك مالك وملك. فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار. قوله مالك يوم الدين، قال هذه قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، قرأوا مالك يوم الدين، والآخرون قرأوا ملك يوم الدين. ما الفرق بين مالك وملك؟ مالك الذي يملكه يوم الدين، طبعا يوم الجزاء وليس دين الإسلام، يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء، وأيضا هو ملك. أيهم أعم؟ أعمهم ملك، ملك أعم، ملك يوم الدين، يعني هو ملك ليوم الدين، ومالك أيضا يملكه، هو ملك ويملك. مالك يوم الدين يعني هو يملك يوم الدين، وقراءة أخرى ملك يوم الدين هو ملك بمعنى أعم. طيب، المالك هو من اتصف بصفات الملك، بصفات الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، ويتصف بممالكه بجميع أنواع تصرفاته. طيب، مالك يوم الدين، إذا علمنا بأنه يملك يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم العقاب، فلا بد نخاف الله عز وجل، لا بد أن نحفظ رصيدنا حسناتنا، لا بد أن لا نخطأ، لا بد أن إذا أخطأنا وقعنا بالزلة نتوب إلى الله عز وجل، لا بد أن نمسك لساننا من المحرمات، من الغيبة والنميمة وقيل وقال وأولاد الشيطان والكذب وشهادة الزور وإلى غير ذلك، كذلك جوارحنا من المحرمات وأعيننا من النظر إلى اليوتيوبات وأسماعنا من السماع الآلات الموسيقية. في هذا الزمان يحللون موسيقى، حتى الطرب والموسيقى، وبعض الشيوخ للأسف هؤلاء ليسوا شيوخ، هؤلاء من أتباع الشياطين. طيب، قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نوحدك بالعبادة ونطيعك وخاضعين لك، والعبادة إياك نعبد غاية الذل، باللغة غاية الذل وغاية التذلل وغاية المحبة وغاية التعظيم. هذه أربع أشياء إذا وجد أنت عابد لله عز وجل، يعني تتذلل بين يديك، تتذلل لأوامره، بين يديك تتذلل، غاية الذل وغاية غاية الذل وغاية المحبة وغاية التعظيم والخضوع كذلك. فلا بد يكون عندك هذه الأمور، إياك نعبد. أما العبادة شرعا هو اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. هذه كلمة العبادة اسم جامع، يجمع جميع العبادات، لكن بشرط، الشروطية لكل ما يحب ويرضى، أي شيء يحب الله عز وجل ويرضاه من الكتاب والسنة فهو عبادة، من الأفعال يحبه ويرضاه، لا يكون فقط يحبه، لا بد يرضاه، وإذا حب يرضي، لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال مثل سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ومن الأقوال والأفعال، أفعال مثل ركوع، السجود، الحج، أفعال والصيام وغير ذلك، من الأفعال والأقوال الظاهرة يعني الركوع والسجود، والباطنة أعمال قلبية. في هذا الزمن نحن لا نشتغل على أعمال قلبية، نحن قد نسينا أو نسينا
أعمال القلوب، وهي التوكل والرجاء والخوف والمحبة والتعظيم، وإخراج فساد من قلوبنا، الحقد والغل والكبر وغير ذلك من الأعمال الشيطانية. لابد أن نشتغل بقلوبنا في أعمال القلوب. استعانة، من لماذا قدم الاستعانة على العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا علماء يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر، هو إثبات الحكم للمذكور، يعني ونفي عما عداه، فكأن يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، لأن كلاهما عبادة، كلاهما عبادة، نعبدك عبادة ونستعينك عبادة، لكن تقديم العام على الخاص، لأن عام هو نعبدك، واستعانة يدخل تحت العبادة. استعانة لا يجوز إنسان يستعين من مخلوق، محرم، إلا إذا توفر الثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الأول حي، أن يكون حي، من ميت لا يجوز أن نستعين، قادر، يقدر على هذا الأمر، وحاضر، وحي حاضر أمامك، وإلا لا يجوز أن استعانة. استعانة لغير الله شرك بالله عز وجل. هذه ثلاثة شروط، حي، حاضر، قادر، إذا توفرت ها يجوز الاستعانة، وإلا استعانة لغير الله عز وجل شرك بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لابن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال طبعا الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، هذا معنى الاستعانة. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام تيمية أعظم دعاء في كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعاء في كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا وعنا لصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله عز وجل وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، طريق الإسلام، طريق الحق، طريق السنة، هذه كلها صراط المستقيم من غير إعوجاج. اهدنا، والهداية نوعان لابد تعرف، هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك، وهي قلب، هداية القلب من الكفر إلى الإسلام، من البدعة إلى السنة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن الشر إلى الخير، لا يملكها إلا الله عز وجل. قوله تعالى إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية من؟ هداية التوفيق. طيب هداية إرشاد تملكه أنت، الآن أنا أعلمك، هذه هداية، أنت تنصح أختك، أنت تنصحين أخوك، وتنصحين ابنك، وتنصح ابنك، وهكذا تنصح المسلمين، ترشد فقط، واجب عليك أن ترشدهم. الله عز وجل قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني وإنك لترشد وتعلم وتبين للناس، فهذه بالنسبة للهداية. اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، من هم؟ فأولئك الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين، هي عن طريق هؤلاء أريد. اهدنا صراط المستقيم، طيب صراط إيش؟ صراط الذي أن صراط الذين أنعمت عليهم. ثم في سورة النساء شرح هذه الآية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين. الله أكبر. لو استجاب لك أو لو استجابت لك استجيب لك هذا الدعاء، فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، لا أريد طريق صراط المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يعني لا أريد صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوا، مثل اليهود مثل النصارى، ولا طريق النصارى، غير المغضوب عليهم، لأن اليهود عالموا الحق وترك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فغير المغضوب عليهم، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحق، مع ذلك تركوا الحق. وكذلك الإنسان مسلم يعرف الحق ولا يتبع الحق، هو له صفة من صفات اليهود، أو طالب علم أو شيخ عنده علم ولا يعمل به، له صفة من صفات اليهود. لكن هذا لا يعني لا يخطأ الشيخ، ولا يعني بأنه لا يزل إنسان بشر، لكن لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ولا طريق الضالين، لا أريد طريق الضالين النصارى الذين عبدوا الله عز وجل على الجهل. وكما أن بعض الطرق أو بعض الفرق الضالة يعبدون الله على الجهل في عصر هذا كثير جدا، يعبدون الله عز وجل على غير علم. فلا بد إنسان لا يسلك الطريق ولا يطلب طريق المغضوب عليهم واليهود وغير اليهود من الذين من المشايخ الذين يعلمون الحق ولا يتبعون، ولا الضالين وهؤلاء النصارى وغير النصارى من المسلمين المبتدعة يعبدون الله عز وجل على الجهل وعلى حديث موضوع حديث الضعيفة المنكرة والكاذبة. هؤلاء الضالين، سواء هؤلاء من اليهود أو النصارى أو من المسلمين، سواء من الذين علموا الحق ولم يتبعوا، أو الذين عبدوا الله عز وجل على الجهل. والذي يعبد الله عز وجل على جهله ماذا يفعل؟ يقع بالبدع والشرك ومحرمات وغير ذلك. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سور من سور القرآن، فتضمنت أشياء كثيرة. ما ذكرنا 7 مواضع أمس، يعني أعظم من أعظم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وكذلك عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، نعبد الله عز وجل على العلم. والعبادة عرفنا ما معنى العبادة، غاية الخضوع وغاية التذلل وغاية المحبة وغاية التعظيم، واسم جاب لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة من والباطن. فكذلك صراط المستقيم إثبات على طريق النبوة وطريق الصالحين، طريق المصلحين وطريق الشهداء، وأيضا إثبات الجزاء ليوم القيامة، مالك يوم الدين، إثبات الجزاء. بعضهم ينكرون يوم القيامة أهل البدع وكذا، وينكرون عذاب القبر ونعيم القبر وغير ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويعيننا وإياكم على علم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.